شفنا ناس فاهمة وناس مش عايزة تفهم، هنشوف ناس بتتخانق بجد خناقة. كابتن شادي محمد بيرد بكل غيرة على رضا عبد العال. طيب ماشي، بس ما ينفعش في القناة هنا. انت عايز تقول الكلام ده قوله في قناة النادي الاهلي او قوله في قناة النادي الزمالك. كابتن حضرتك زي شغال في القناة اللي يوجه لي الكلام ده الناس المسؤولة اللي مضيت معاها، ما تقوليش تقول لهم. طيب لا انا اللي وجهها كمان. هو اطار السؤال واطار ما تقوليش ان انت شغال ومش عارف مش الكلام الفاضي ده. لا حضرتك مش صاحب قرار في القناة. كابتن رضا لا صاحب قرار، اقول لك ممكن اقول لك هبقى صاحب قرار، بس احنا ما بنحبش. بص يا كابتن شادي، كابتن رضا اللي يوجه السؤال. لو حضرتك صاحب قرار حبيبي انت فين بقى؟ سيبك من كل الكلام ده، انت فين بعد التطبيق ده كله من النادي الاهلي؟ نسمع. انا حر مش عايز اشتغل. انت يا راجل امال جيت اشتغلت هنا ليه؟ كابتن رضا امال جيت لنا هنا ليه؟ كابتن رضا لو انت ذكر روح قناه النادي الاهلي انت بتيجي ديف، انت لو انت ذكر روح قناه النادي الاهلي. كابتن شادي تعالى اوريك على تليفوني فيه ايه. بس انا مش شغلتك تليفون ايه، طول ما الكابتن محمود الخطيب موجود انت مش هتشتغل في النادي الاهلي. يا كابتن مش شغلتك يا كابتن فاروق. كابتن فاروق اتفضل يا كابتن شادي. في استاذ محترم مضيت معاه عقد اسمه ايهاب جلال، شخصيه محترمه. الراجل جه هتبقى موجود من ضمن فريق عمل في فلان وفي فلان والكابتن فاروق مذيع. تمام. انا ارتضي او ما ارتضيش، دي حاجه ترجع لي انا. صحيح. لكن انا ما شفتش في حياتي موظف زيه يقول لي تبقى موجود في فريق عمل. كابتن شادي كابتن رضا كابتن رضا كلنا بنحترم بعض وكلنا هنا معلش واحده. وكابتن شادي انضم للاسره معانا بناء على قناعاته واقتناعه كمان بوجود كابتن رضا واقتناعه باسلام، واحنا هنا عندنا الراي والراي الاخر. كابتن شادي وجهه يعني نظره. كابتن فاروق لو سمحت سؤال اخير. هو كابتن رضا زعل من فاروق في حاجه يجي يقول لك فاروق ما ينفعش يقول كده؟ لا ايوه يا ابني انت بتوقع البرنامج. يعني انت مين بتوقع البرنامج؟ انت عايز تقول الكلام ده يا كابتن رضا؟ كابتن رضا انت عايزه فكره توقيع البرنامج مش موجوده يا كابتن. بقالك في القناه لو سمحت، بقالك في القناه سنه. لو انتوا بتتكلموا على يوتيوب شادي محمد من اول ما دخل الفيديو بيجيب ضعفك 3 مرات لو انت بتحسبها كده. مشاهده بتكشف حاجات كتير جدا. مشاهده المنطق فيها يغيب عند البعض. يعني انا وحضرتك هنا اما تيجي انت تناقشني في اللي انا بقوله وعايز تلزمني بوجهه نظرك او العكس. هذا ليس حقك وليس حقي. طبعا. في اذا كنت انا بخرج عن الخط في حد يحاسبني اللي انا متعاقد معاه. بالظبط. فالكابتن شادي اب انفعال بس بموضوعيه مندهش جدا بيقول انا زيك احنا 2 موظفين. يقول له لا انا مش منظف، انا مش موظف. انت بتدافع عن الاهلي ليه؟ ما تروح تدافع. وبعدين بقى ايه يقول له الكلمه الاغرب، هو انت مش بيشغلوك ليه؟ هي المساله اللي شغلني اعمله اللي هو عايزه وقناعاتي انا ورايي انا ومصداقيتي انا وامانتي انا وتاريخي انا كلها على جنب واقول اللي الناس جايباني اقوله. هو قال كلمه واحده، كلمه خطر جدا لازم اناقش استاذ ابراهيم فيها، مش هعديها دي. اما بيقول له لا انت ما تدافعش عن النادي الاهلي، انت كده هتوقع القناه. كيف يكون الدفاع عن النادي الاهلي في قناه يقع الكلام ده؟ لو هذا البرنامج خطه محاربه النادي الاهلي، فخروج شادي محمد او الكابتن شادي محمد عن خط البرنامج يوقعه، لانك لم تنفذ ما جئت من اجله. والكابتن شادي قال له لا. طب وهي كده انا ما تمش التعاقد معايا علشان حد يقول لي تقول ايه وما تقولش ايه؟ يقول له لا روح دافع على الاهلي في قناه الاهلي. هو شادي اخطا في حاجه؟ وفي راي حد بيهاجم النادي الاهلي بينتقد النادي الاهلي لدرجه ان انتوا شفتوا انه جزء من الانتقادات في الفيديو اللي انتوا شفتوه في نفس الحلقه ديت، الاهلي ليه ما بيلعبش دلوقتي؟ الاهلي ليه ما بيلعبش دلوقتي؟ محدش عايز يفهم انه دي اجنده دوليه. يعني اي شاب صغير على السوشيال ميديا عارف ان دي اجنده دوليه يحضر اقامه المباريات خلالها. لا بس والنبي دي عشان الله. انت مطلوب من شادي محمد انا هسيبك تكمل. اصل دي نقطه مهمه جدا. عايزك توضحها برضه. انت متصرف انه مش فاهم؟ هي النصيبه انه فاهم. فاهم ان دي اجنده دوليه؟ طبعا كلهم فاهمين. ما تقوليش انه مش عارفين. لا طبعا لا يمكن يكون لا عارفين.
انما هو نوع من انكار الحقيقه لان بتاكل عند ناس ثانيه. اه ما هو ده الخط، انكر وانكر وانكر واكذب 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 عشان الناس تصدق، في ناس معينه تصدق. لو مش فاهم نصلح له ما يوم، ولما نصلح له ويفهم ما يقاوحش. وبعدين هو هل سياسه البرنامج او اي برنامج الهجوم على الاهلي؟ ايوه. هل الاساءه للاهلي ده التارجت؟ يعني انت بتقول هل التقليل من شان الاهلي هو ده الهدف؟ فبالتالي اللي يقول كلمه حق او صح من وجهه نظره، خلينا اقول مش ده اللي بيقول الحقيقه الكامله ولا ده اللي بيقول الحقيقه المطلقه، كل واحد فيهم بيعبر عن وجهه نظره، بس هل وجهه النظر لما تكون ايجابيه في حق الاهلي اللي المتلقي شايفها ومقيمها مضايقك في ايه انت؟ تضايق وتستحق الخناق ده كله؟ والحق وروح خليهم يشغلوك في قناه الاهلي، فلما ما بيشتغلش في الاهلي او في قناه الاهلي يبقى الاهلي يتهاجم. والا يبقى بتوقع البرنامج، علشان تبان الامور كلها هو اهداف مثل هذه البرامج ايه؟ اتمنى ان جمهور الاهلي يكون منتبه لكل اللي بيشوفه.